السلام عليكم، نكمل المحاضرة الثانية، الجزء الثاني منها اللي هو مثل ما أخذنا نهاية الجزء الأول، إنه هو الدينسيتي وأنواع الدينسيتي. هنا باليونت سيل أكو عندي أنواع من الدينسيتي، هي الفوليوم والبلينار واللينير دينسيتي، بين قوسين يونت سيل كالكوليشن، يعني نحسب الدينسيتي باليونت سيل. فأجي على النوع الأول الفوليوم دينسيتي، مثل ما أخذناها بالثيوريتيكال دينسيتي، أجي أفرض أنه الأتوميك هي هارد سفير، وأجي أحسب الدينسيتي الفوليوم دينسيتي أوف متال، أقصد بها هي الكتلة مالت اليونت سيل على فوليوم اليونت سيل. واضح؟ يعني الكتلة على الحجم. مثال تطبيقي، بلاتينيوم كريستال ستراكشر اف سي سي، اتوميك راديوس هذا الار مالته، نفرض انه الاتوم هارد سفير حتى سهولة الحساب. احسب الدينسيتي اوف بلاتينيوم ان جرام بير كيوبيك سنتيمتر مكعب. واضح؟ ذا اتوميك ماس اوف بلاتينيوم 195.09 غرام على المول. اول شيء ناخذ انه الاف سي سي، وعند الار احسب من هذه العلاقه، هذه تحسب الاي بالار حتى تطلع قيمه الاي، ليش؟ حتى استفاد من عدها في حساب الحجم. واضح؟ زين، الاعداد هنا ايش قد عندي؟ عدد الذرات الموجوده بالاف سي سي، الاعداد عندي طبعا 4 ذرات. ليش؟ لانه عندي بالاركان 1/8 في 8 راح يطلع لي 1، وكل وجه عندي بكرة راح يصير عندي 4 ذرات. واضح؟ هذه اخذناها بالمحاضرة الأولى، يعني كل وجه بيه نص، فراح يصير عندي 4 ذرات. هذه حتى أحسب الماس يساوي لي 4 ذرات في الوزن الجزيئي على أفوغادرو نمبر، هذا يحفظ. طلعت هنا الكتلة بالغرام، أجي أحسب الفوليوم هو الأي تكعيب، الأي طلعناها من الآر من هذه المعادلة، وبالتالي طلعت الفوليوم دينسيتي. هذه الحالة الأولى، عفوا، إذا طلعت الفوليوم من الماس على الفوليوم راح أطلع الرو اللي هي الحجمية. عندي أكو نوع ثاني، النوع الثاني هو البلينار اتوميك دينسيتي، اللي يقصد به الكثافة المستوية. هنا البلين دينسيتي تيك از ذا نمبر اوف اتوم بير يونت اريا، عدد الذرات اللي خلال او الواقعة على المستوي، على مستوى التمثيل البلوري، يعني نمبر اوف اتوم سنتر اون بلين، جد عدد الذرات اللي واقع على المستوي على مساحة هذا المستوي، حتى أطلع كثافة هذه الذرات على المستوي الواحد. واضح؟ هذه هي الكثافة المستوي. مثال، احسب بلينار دينسيتي اتوميك دينسيتي باليونت سير اتوميك بير الاتوم بير سكوير مليمتر. من هذا عرفته انه بلينار دينسيتي المن للفلوينج بلينز، يعطيك بلينز هنا ما راح ينطيك كامل، لأن أنا عندي مستويات، أيضا عندي كبر، ومنطيني عندي اللاتس كونستانت اللي أقصد بها الأي، هذا قيمته، مستوي عندي 1.00 ومستوي عندي 1.10. لو نشوف الرسم حتى أحل هذا الشيء، أرسم هذا المكعب اف سي سي، أثبت عليه الأتومز اللي موجودة عندي، عندي المستوي، انتبه عليه طلاب، المستوي هنا أنا عندي 1.00، معناها قطع الأكس بالواحد، قطع الاكس بالواحد، ووازى الواي، الواي صفر ووازى الزد، فهسه هذا المستوي المربع هو وازى الواي، يعني من احرك يمين ويسار هو ما يقطع الواي، انفينيتي مع الواي يعني صفر، من اقلبه معناها صفر، ومن احرك الى الاعلى والى الاسفل هو ما يقطع الزد، يقطع لي فقط الاكس، يعني انفينيتي مع الزد. اذا عندي المستوي هو 1.00، وعدد الذرات هسه قطعها راح نشوف ايش قد عدد الذرات. من الرسم لو نلاحظ انه هذا المستوي، هذه عندي كرة او عندي هذه اتومز، قطع من عدها ربع في كل ركن، وعندي ذرة كاملة في الوجه اللي يمثل هذا الوجه،
هذه ضرب الوسط وهذه هي 4 أرباع، فراح يصير عندي العدد ايش قد؟ عندي 1 اتوم ات سنتر، وعندي 4 في 1 على 4 راح يصير عندي 2 اتومز. واضح؟ هذه طلعت. اذا طلعت عدد الذرات على المساحه. المساحه ايش قد عندي؟ المساحه عندي اي تربيع. ليش؟ لان عندي هذا الضلع اي وهذا الضلع اي باعتباره مكعب واعتباره هنا مربع الوجه مالته، فمتساوي الاضلاع. الاي عندي معلومه طلعتها حولتها للسنتيمتر، لان هي اعتقد بالمليم او بال بما نطناها بالنانو، او ما مطيها هنا، ما مطيها وحدات، حتى طلعها ضاربها في 10^7، ماخذها بالانجستروم. هنا 10^7 مليم على انجستروم، راح تطلع لي هذه هي الاريا. اجي اقسم عدد الذرات اللي طلعتها 2 على المساحه اللي طلعتها، وبالتالي طلعت عندي هذه المساحه المستويه. اجي على المستوى الثاني، المستوى الثاني ايضا على الاف سي سي كبر 1 1 0، 1 اكس هذا الواحد اكس هذا زين، 1 واي هذا الواحد واي، اذا هذا الواحد واي وهذا 1 اكس، اجي اوصل بيناتهم صار عندي مستوى بالشكل هذا، يعني قطع لي المكعب من القطر بشكل متناظر كانه قطع الى مثلثين، يعني من هنا الى هنا. فايش راح يصير عندي؟ هذا الضلع طوله اي، هذا الضلع طوله شنو؟ جذر 2 اي حسب نظريه فيثاغورس حتى استخرجه، وعندي زد هو صفر، يعني هذا من الحركه الاعلى لاسفل هو يوازي الزد يعني صفر. اجي ايضا احسبها نفس الطريقه اللي حسبنا بها، عدد الذرات هو طبعا هنا ايش قد عدد الذرات حتى يكون عندك بالصوره؟ عدد الذرات 4 ارباع في كل ركن، يعني عندي هسه هنا 1، وعندي هذه وحدة وفي الأعلى واحدة قسمها بالنص صارت هنا نص وهنا نص، إذا صار عندي 2 الأريا منها استخرجتها وطلعت الكثافة. هذا ما يخص الكثافة المستوية. أجي على اللينيار، اللينيار الخطية، الكثافة، كثافة الذرات اللي موجودة على على الخط او على الدايركشن او على الفكتر. فيقول اللينير دينسيتي تعرف على انه عدد الذرات بير يونت لينث هو سنتر اون ذا اللي تقع على الدايركشن او على الفكتر، على التمثيل البلوري المطلوب من عندنا. اذا رو سب ال يساوي لي نمبر اوف اتونز سنترد اون ذا دايركشن فكتر على طول الدايركشن، واجي اطبق. عندي مثال هنا، مثلا مثال احسب الاتوميك دينسيتي لينير، انتبه من قال لك لينير اتوم بير مليمتر فور ذا فالوينج دايركشن. اول شيء اعرف الكريستال ستراكشر، هنا بي سي سي نوع مالتنا والفينادوم يقع، وعد الاي منطناها 0.3039 نانو متر، مطيني دايركشن 1 0 0 ودايركشن 1 1. اجي على الرسم مثلا دايركشن 1 0 1، اذا 1 اكس هذه 1 اكس والصفر واي 0 اكس، اذا هذا هو السهم الاول. باللينيار، باللينيار الدايركشن ياخذ نصف كره، يعني السهم عندي من يتحرك الفكتر مالتي من يمر بالدائره ياخذ نصف، فهنا الدايركشن مالتي اخذ نصف هذه الكره او هذه الاتومز، هذه نصف اتومز، ووصل للثانية أيضا أخذ من حتى نصف، مثل لي بهالشكل هذا. واضح؟ فعندي هنا الطول مالته ايش قد؟ طوله أي، فعدد الذرات 1 تقسيم الأي لأي المعطاة راح تطلع لي اللينير الخطية، 1 على الأريا على العفو الأي مباشرة بدون ما أحولها للمتر، لأن هو طالبها بالمتر ومعطيناها بالنانو، فأضرب 10^6 حتى احولها للمليم واطلع الرو. اجي احسب للواحد 1 0، هذا 1 1 0، 1 بالاكس 1 بالواي، اذا التمثيل مالته هو نصف ذره اخذ بالاوريجن واخذ هنا نصف ذره، فراح صار عندي نصف
النصف أيضا عندي واحد على نفس الآية راح تطلع لي الدينستي. ومثلا هنا هذا عندي الدايركشن واحد واحد واحد، هنا عندي هذا واحد بواحد بواحد يمثل عندي هذا السهم. راح ايش راح يمثل عندنا؟ راح يمثل عندنا اخذ نصف بالاوريجن، هذه هنا نصف، وبما انه سنتر عندي بالسنتر عندي اتوم كامله اخذها كامله، وهنا اخذ عندي نصف اتومز، بين عندي بهالشكل هذا، وصارت عندي 2 تقسيم الاي المعطاة نطلع.